والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني والأربعون حديث كأفرتني اللبات عن أنس بن مالك وحلق سوري سحبق ليرا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنه يريد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مغل رسولك إلهي أوله قال الله تعالى الله سرعه وحيري يا ابن آدم ابن آدم إنك ما دعوتني أنت آد إبريده أي مدة دعائك أنت آد إبريده ورجوتني والحال ورجوتني أدقو إرجينا يي إن أن كا أجيب دعوة ذا إبريها غفرت لك وانكود مدافع على ما كان منك أي مع ما كان منك أيضا أي جيران وحي كان عي ودنبياءها أيان هدنا الدنوبتا ذكور دافع ولا أبالي من أبي لي يا ابن آدم ابن آدم إنك أذيك لو بلغت ذنوبك ذنبي ذاذو حدي قاران عنان السماء يا علماء عنان كي يحكو فسرين قار قفكم مركو مدحي سكر وقادو عركة في ريو انت إشي سقا بكرتو أما قارو يحكو فسرين سحابك لكن أجددو حيتهي سمادة ماشي وقصر ريضة إلى السمادة dulka iyo cirka inta u dhaxeeyda hadii dambiyadaadu ay buuxiyaan oo ay gaaraan samada finteeda thumma astaghfartani haddana aad dambi dhaaf i weersato ghafartu laka waa kuu dambi dhaafa yabna aadam innaka law ataytani haddaad ila timaado biquraabi alard wax u dhow dhulka muggiis oo khataaya dambiye ah thumma laqiitani kadibna aad ila kulanto waxa laga wadaa intaad dhimato aad ilaahay kadib la kulanto laa tushriku bii shay'an adigoon wax shariik ah ii samaynin oon wax shirkiya ku dhicin noocyadiisa kala duwan midda rabtaa noqote la atiituka anuun waxaan kukeenaho yiri oon kuula imana biquraabiha dhulkii muggiisii oo maqfiratan dambi dhaafa rawaahu tirmidiyu xadiidka waxaa wariyey imaam atirmidi waqaala xadiidun xasanun وحنا يري حديث حسن حديثك وحديث حسنة وحكوسي دري أو كمغن أو ترمذي جمرك الأذو كغرن غريب حديثك لبي تبنات لأفرتن يلبات وحديثك مرك الله في ريو أفرت حديثتي أفرتن كهاد إمام النووي وسوء أروريي وأربعين كليرة حديثك أقدم بيو حديث كان وحديث القدسي هريان وقصه هذا لنا حديث القدسي وإريادة إلهي وستة سؤليه حديث القدسي كان صدح الرماد وإلهي وحكوشة ميد والباء قفكو كم متايسان كارو إن دمبي سلناف ميد كواد وحكوشة إلهي إني تهي حدي قفكو إلهي بريه isagoo ay la socoto asagoo rajo ka qaba oo aaminsan oo yaqiinsan in Ilaahay dambi dhaafi doono asagoo rajaynaya oo sidaas qalbigiisa ay ku weyn tahay haduu sidaas sameeyo oo Ilaahay uu baryo waa dambigiisa wala dhaafa qaybta labaad wuxuu waayay ibn aadam law balagat dhunubuka anana samaa qaybta labaadna waa istighfarta haduu qofku dambi dhaaf Ilaahay weydiisto in loo dambi dhaafay قيبت صدحات وحيته قفك توحيدك إنه إلهي أولتك وح شركي يأسون كجرين وصداس كل أنت صدحات قيبات أي حديثك كهدلا حديثك قودهان وحو كهدلا إلهي فضل قيسة سيدة وين هي هي سيدة إلهي أمدتك أقولنا حريسنا أيو قودهان حديثك كهدلا إمام النووي رحمة الله عليه مركو إسقو حديث تسوء أرورناي
أفرتن حديث أيو شاق إنو سوء أرورنا أيو أفرتن كي مركو دمي إلا وحبو أيو كدري لبدو ذا مدوى مد كان أقدم بي حديثي وسوء أروري إمام النووي من نوى مد كي كهرري وحد مدى كي أقهرري حديثة وحكو بالله بإخلاصك وحونا أقود دبان مريي أفرتن إلا بدي حديثه سوء أروريي حديث كان كهلا إلهي فضل جيسو سيدا أقبل لارنيهي iyo sida ilaahay dadku ugu dambi dhaafay iyo qofka muuminka ah wax een qalbigiisa ku weynay kara een maghfiradaas inuu raadsado iyo fadliga ilaahay intuu la agyahay una rajeyo ee waxaad moodaa culimadu waxay yiraahdeen baraa'atul istihlal iyo baraa'atul ikhtitam wax la yiraahdo jira baraa'atul ikhtitam ku waxay tahay si qurxoon oo wanaagsan oo fiican qofku inuu warka ku soo gaban gabeeyo وحد مده يرادن إمام النووي إله إنه وافجي إن سدى العلماء بلاغته يقانين براعة الاختتام معنى قاب قرحون أو آد وفي أهبون إنه كتاب كيس كسو قبن قبي أو حديث كان إن دمع يهرجد قفك وكلي هاي إلهي دم بالدف كيس إن حرستيس آد نفتيس أقوي نيناي أيو كسو دم كسو دم كسو قبن قبي كتاب كيس إيوه مغفرة داس دم بالدف كاس een sidii in qofka markii horena ikhlaas oo hawsha ku soo galay oo kale markii dambana uu magfiro iyo dambi dhaaf uga baxay hadith kan hadith al-qudsi wa sawhad wa ka soo sheegnay waxa hadith al-qudsi yahay Anas ibn Malik oo hadith kan soo warrina Anas ibn Malik wa soo sheegnay wuxuu ku jiraa toddobada qofood een oo ugu hadithta ugu faraha badan nabiga ka soo wariday markii asxaabta dhexdooda la fiiriyo oo madaxa u ahaa Abu Hurayra تتواصل صفوف كمدها أنس بن مالك وحوا خادمك النبي إلى 8 سنة أكتد نبي وشقيناي حديث كان أنس بن مالك وحوا كسوري رسولك رسولكم وحوا ستواصل وكسورنا إلهي إلهي وحوا يري يا ابن آدم ابن آدم إنك ما دعوتني أي مدة دعائك أنت أضوق أد إبريده دعاء سوى علماء قار وحكوا فسران إن يتهي دعاء عبادة أما دعاء طلب ومسألة قالوا وحكوا فسران لابد أن نعبه ولا أدي سكرة ما دعوتني أنت أد إبريده ولا غف سركرة أنت أد عبودي دنا ولا فس ولا غف سركرة سوت الدعاء يبريها إلهي أي الله بالنوع من نوع حليلة دعاء عبادة من نوع حليلة دعاء طلب ومسألة مر أديك وح نفط هذا قصية وحسنا مرنا إلهي عبودة واللسان الحال كذا أي إلهي كبر ياي أو إلهي كعد سنة إن خير إن حريص يدم نفلا قصية مركا أما هالنقطة دعاء دعاء مسألة وهذا أدل هذا إلهه حول إسي إلهه عفو ما إسي إلهه وح وناكسن إسي إلهه جنة إجل دعاء أساسه كله هالنقطة أما مركا القرآن حتى آخر نيدو أما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركا إلهي عبودة ودعاء عبادة أي تهي لا بد من مدة ربطها النقطة إنك ما دعوتني أي مدة دعائك ورجاء ورجوتني والحال رجوتني أديك وليبة إرجائي ورجينا إن كوكو تفضله وأن كوكو كو سميه وأن كسيه إن أجيب بريها يدعى هذا يمد عبادة هذا أديك ورجينا إنت بريده وأفرت لك وأن كو وقيبت كواد اللقوم متيستو أصدح هذا الشيء اللقوم متيستنا يدام الله في كميتك كواد وحويهي قفكو إن إلهي عبدو إلهي بريو سببتو دعاء أما بريوه إساق عبادة دي الدعاء هو العبادة إلهي نوحو ليهي ادعوني أستجب لكم بري أنه إذا كأجيبه حدد بأدو إلهي بريو أولا إلهي دنوبتي دناف إلهي وكو دم الدافع لكن وإن لسعت حديثك شيء ورجوتني أيضا حالة ده أي تاي إن ترجيني ده وأد أد 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 فيلي ده إن إلهي كودم بالدف معنى أيضا قلب جاجا يكوين تاي إن الله دم بالدف كهلي دونته لكن أيضا ضعيف كو أهين وإلهي ده ترى بتأسيك دم بالدف أيضا أهين إن وإلهي أتسيت هوسا أديك وقلب جاجا وسجد وقلب جاجا حاضر يهي oo raje iyo damac badan ka qaba in lagu dambi dhaafo intaad ilaahay baryado ilaahay wuxuu leeyahay anuuna dunubtaadan dhaafo
oo dambigaaga waanku dhaafaa calaa maa kaana mink. Culammada qaar waxay ku yidhaahdeen calaadana waa mac, bimacnaa maca, oo waxaa leeyahay maca maa kaana mink, iyadoo ay weliba jiraan wixii kaa dhacay oo dembiyahay ama ha waaweynaadeen ama ha yaryaraadeen ha badnaadeen ha yaraadeen waxaasoo dhan waan ku dhaafa. Walaa ubaali, walaa ubaali macnaheedu waxay tahay ilaahay wuxuu leeyahay uma aaba yeelay, bimacnaa wax weyn uma arkaayo dunuubtaada, ilaahay wax ku weyn ama ilaahay wax cuslaynaya ama ilaahay wax ku adag uma jiraan. Marka uma aaba yeelay intay rabaan ha la ekaadeen, foolxumidoodu intay rabta ha dhammaato, siday rabaan ha u xumaadeen, intay rabaa tiradoodu ha gaarsiisnaato. Wax maaragtay muhima maahan oo uma aaba yeelayu leeyahay oo wax weyn oo culus uma arkaayo, wax ilaahay cuslayaha uma jiraan. Ibn aadam oo ilaahay wuxuu tusa qofka ayaa rajadiisa la badinaa si uusan isku dhihin, hadday wuxuu farihi ka bateen ama hawshu ay adag tahay, qofka ayaa waxaa la tusaa wax ilaahay ku adag ama wuxuusan dhaafayn inaysan jirin. qaybta labaad oo lagu mutaysto dambi dhaafka wuxuu yahay ibn aadam innaka low balagat dunuubuka canana samaa, macnaha samada qofku intuu arki karo ama ilaa saxaabka, laakiin ujeedadu waxay tahay haddii dunuubtaadu gaarto dhulka ilaa cirka, haddii intaas isqabsato farabadi inta ka qabto, iyadoo marka sidaas farihi uga badatay oo dhinac walba xirtay oo farihi ka badatay, haddana uma istaqfartani, aad dembi dhaaf i weydiisato maxaan samaynaa, yidhi ilaahay ghafartu laka, waa kuu dembi dhaafa. istiqfaarta waxaa laga wadaa in wiqaaya shari dunuub maca satriha, qofka in dembigiisii la asturo oo la qariyo, isla markaasna ciqaabtii iyo dhibaatadii ka dhalan lahayd ama adduunyo ama aakhiro in laga ilaaliyo oo laga difaaco ayaa la yidhaha istiqfaarta. marka istiqfaarta keligeed marka la sheego waxay isku macno yihiin tawbada, oo ujeedadu waxay tahay qofku in uu dhowr shay ay isugu timaado, wixii hore uu dembiga u waday inuu joojiyo, inuu go'aansado inuu hadda kadib ku noqon, inuu ilaahay uu ka shallaayo uu maaragtay wixii hore ka dhacay ay la xumaadaan, uu ka gubto, uu qalbigiisu dhibsado. marka haddii dad xoolo bani xaq bani aadam uu la socdana, inuu iska dhiibo xaqii bani aadam ayaa lagama maarmaana, laakiin weliba intaas markuu samaynayo waxaa la sii socdo inaan la gaarin waqtiyada aan la aqbalin tawbada, inaan la gaarina muhima sida qofka marka naftu ka bixi rabto kale oo u hubsado xaalad ay caddaato in uu dhimanayo, ama marka qoraxdu ay dhinac kale kasoo baxday, dhinacii kasoo bixi jirta maahna dhinac kale, waa inaan marxaladahaasna la gaarin. laakiin intaas haddaan la gaarin oo qofku uu toobad keeno oo ilaahay uu dambi dhaaf weydiisto, ilaahay waa u dambi dhaafa. midda qaybta saddexaad, qaybtii koowaad waxay ahayd baryaha iyadoo ay la jirto arrajaa, adducaa maca arrajaa lilmaqfira. qaybta labaad waxay ahayd alistiqfaar, hadduu qofku istiqfaartii la yimaadna in loo dhaafo. qaybta saddexaadna waxay tahay tawxiidkii, ilaahay wuxuu yidhi ya ibna aadam innaka low ataytanii, haddaad ii timaado, macnaha waxaa laga wadaa haddaad dhimato kadibna aad ilaahay la kulanto, ay isagoo ay la socdaan oo u wato biquraabi lard, quraabka ay ama qiraab dhulka muggiis wax u dhow, macnaha waxaa laga wadaa dhulkoo dhan, tusaale ahaan intuu qaado oo dembiya adigoo wata oo khataaya dembiya ah, uma laqiitani, kadibna aad ila kulanto, macnaa intaad dhimato adigoo ah laa tushriku bii shay-an, adigoon wax shay habay wuxuu rababa ha noqdee aan shirki samaynayn. shirkiga ayaa wuxuu kala baxaa shirki akbara iyo shirki asgara. shirkiga akbarka kaas qofkii galaa waa shirkiga weyn, waa gaalnimo, kaas wuxuu ku waara naarta. laakiin shirkiga asgarkaahu waa istustuska iyo waxyaabaha lamidka qofku inuu sameeyo cibaadadii aysan khaalis u ahayn, aysan saafi u ahayn ilaahay daraaddiis kaliya,
ee waxyaabo kale ay la socdeen ee kaas wuxuu ka mid yahay laftirkiisa shirkiga la ataytuka ilahi wuxuu leeyahay biqurabiha macnaa intii dembigiisu la akaayay oo maqfiratana an annag kuula imaanhon ku keena macnaa an ku siina waxay ahayd sida caadiga ah dembigaas faraha badan qofku markuu la yimid in la ciqaabo laakiin ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa ballaarka iyo weyninka ay qabaan ayaa waxay kaliftay intuu dembi keenay oo kale in loo miiso oo dembi dhaaf xadiidkan wuxuu ku macno yahay culimmadu qaar ayna ku isku xireen xadiidka iyo aayad qur'aan ah oo waxay sheegeen ujeeddadu waxay tahay laa tushriku bii shay-an ilaahay haddaad la kulanto aakhiro qofku inta ku dhinto towxiidka isagoon wax shirkiya ku jirin shirkigaas ama ha noqdo alasmaa wasifaat ama afcaasha dhinacu raba ha noqdo isagoo meelna aan ilaahay cidna aan waxba la wadaajinayn haddii uu ilaahay la kulmo in loo dembi dhaafayo marka qaybtii hore qaybta dhexe oo labaad oo istikfaartaad waxay ku macnatahay culimmadu yidhaahdeen qowluhu tacaala waman yacmal suu-an aw yadlim nafsahu thuma yastakfir illaaha yajid illaaha gafuura raxiima qofkii inta xumaan sameeyo ama naftiisa dulmiya ilaahay dembi dhaaf weydiista oo inuu alle maaragtay helay inuu yahay oo ilaahay ku ogaanayo inuu yahay alle dembiga dhaafa oo naxariis badan qaybta ugu dambeedana waxay yidhaahdeen qofku markuu ilaahay towxiidka ula tago dembiyo badanna uu watay qofkuu rabo ilaahay waa u dhaafi karaa qofkii la rabana waa lagu ciqaabi karaa waxayna ku macn waxay waxaa arrintan ay isku macno yihiin dhinacna ka dabraay yidhaahdeen oo xiraayo oo macnihiisii faraa badnaay soo koobay warka ilaahay aayaddii qur-aanka ahayd ahayd إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحي أن شرك أهين إلهي قفك والرب إن أدعى فكرة مركة توحيدك إن أسافق وحكم ديها وحيبها لغم متيستو إن لوغة بدبادو نارتو دن أما لوغة بدبادو كوارد دا نارتا وقفك إن أسن نارتا كوارد أي كيني كرتا xadiidka waxaa wariyey yidhi sheekhu imaamu tirmidi keligiisaa wariyey bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaa'i ibnu maaji ma warinayn imaamu tirmidi bisaa wariyey markuu wariyena wuxuu yidhi xadiidun xasanun gariibun intaasuu isku raacsiiyey xadiidka xasanka ah imaamu tirmidi waxa uu ka wado macnihiisu mar walba ma ahan xadiidka xasanka marka culama alxadiidka la joogo sida loo yaqaan mar walba maahan is-afgarad gaar ah oo isagu uu ku qeexay kitaabkiisa ayuu xasanka ka wadaa xadiidku xadiid ahaan waxaad moodaa xoogaa yar tabaryaryaha sanadka ku jira ragga wariyey laakiin maadaama xadiidku uusan hadda xalaal iyo xaaraan ka hadlayn axaadiista culimmadu ay aadka maaragtay isugu dhibaan maahan sidaas awgeeda alxaafid ibnu rajab alxambali markuu ka hadlaya xadiidkan sanadkiisa wuxuu yidhi isnaaduhu laa ba'sa bih macnaa kama foga inuu xasan yahay in sanadkiisa la socodsii karo uu fiican yahay ayuu sheegay xadiidkanu marka waa xadiidkiisaan soo sheegnay imaam anawwi uu ku dhammaystiray kitaabkiisa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu noo naxariisto nana waafajiyo wadada toosan inaan ku soconno kuna dhimanno sala allahu wasalam calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin